هل يجوز لي أن أخطب قريبة لي لأنه تقدم لها شخص بعيد من الجماعة وأنا أقرب لها نسبا، ماذا أفعل؟ يعني أدري أنت تخطبها تريدها أو تخطبها عشان ما يأخذها بعيد، هذه مسألة مهمة جدا. إذا كنت أنت تحبها وتخطبها ترى أنها مناسبة وكذا، إذا تقدم لها رجل يعني آخر، فإذا كانوا أعطوه يعني وافقوا عليه وفقط بقي موعد تحديد يوم الزواج، فلا يجوز لك، لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. ولكن إذا كان لم يتخذ القرار بعد هل يزوجونه أم لا، فلك أن تتقدم. ولكن السؤال هنا، لماذا لم تتقدم قبل؟ لماذا؟ هل يعني هناك موانع أو فقط لما تقدم لها غيرك رح تقدمت يعني فقط عشان ما يأخذها؟ هذا لا يجوز بهذه الطريقة. يعني الإنسان يعني بس لأن قريبتي أنا أحق بها، ما هو صحيح هذا. أنت قريبتك أنت أحق بها، هذا غير صحيح. وإنما إذا كنت تريدها تقدم لها ما في بس، لكن بشرط أنك تريدها زوجة، وليس فقط لأنه لا أريد أن يأخذها يعني غريب عنا.